على فكرة في جثة جنبك بقالك 3 ساعات سايبني وبتبص على بتاع ده. أبصي حاجة تجنن، حاجة تجنن، بنت سنها ما يتعداش ال20 سنة، واحدة شمال، بصي كاتبة إيه على الفيسبوك؟ الشمال دي آه صحيح، ده أنا نسيت إن أنتِ ما حضرتيش شمال لما نزلت. نزلت؟ شمال دي لو واحدة ست تبقى ست مش تمام، لو راجل يبقى مش تمام خالص. كاتبة إيه بقى الشمال؟ بصي، ثقة الأب في ابنته في ابنته وإشعارها بهذه الثقة تجعلها تتجنب الأخطاء. طب والله محترمة، يعني اللي هي بتقوله ده يبين إن الجيل الجديد عنده فكر. جيل إيه؟ جيل إيه؟ أنت عارف البنت دي بالذات كانت مع محسن امبارح في الفندق، ده جيل ياخدنا البحر ويجيبنا عطشان، ده أنت نفسك ما تعرفيش تتعاملي معاهم، تقولي لي جيل؟ ليه كده؟ ليه التعميم ده؟ مش تعميم ولا حاجة، بس يعني الناس المحترمة بقى قليلين ما بيبانوش دلوقتي. بصي سيبك من الكلام ده، اديني سبت الفيسبوك اهو وعايز اسالك سؤال بقى. انت ليه بتكرهي مرتضى قوي كده؟ عشان حبيته قوي، وعلى قد ما حبيته كرهته. الفضول خلاص هيفط من عينيك. اه طبعا الفضول هيفط وهموت واعرف. لا مش طبيعي، مش مظبوط كده. ازاي يعني؟ كان بيعمل ايه؟ يعني عايزه اقول لك مثلا ان هو كان كل ما يجي ينام معايا يضربني، كان عنيف جدا، بيعمل حاجات غريبة قوي في الجنس. يعني بالوقت كده اكتشفت انه مش مظبوط، سادي يعني. سافرنا برا وحاولت ان انا اعالجه اكتر من مرة بس تعالج؟ هو ما كانش عايز يتعالج اساسا. بعدين بقى انا عايز اقولك مفاجأة بقى، الموضوع اللي بوظ الدنيا خالص ان انا مرة راجع البيت بالصدفة الشديدة لقيته نايم مع مرات انتيمو وشريكه. يا نهار اسود، عملتي ايه؟ ولا حاجه، ضربتهم هما الاثنين ولميت حاجتي وساومت على الطلاق، واكتشفت بقى بعد شويه ان هو نام مثلا مع 3 4 اصحاب. يعني خسرني كل حاجه. يعني هو من الاخر كده مرتضى شمال زي صاحبتك دي. انا اسف لو كنت خليتك تحكي وضايقتك. لا لا انا بحكي لك بالتفصيل عشان انا مش عايزه هديل تحس اللي انا حسيته. انا مش عايزه هديل تحس ان الجنس هو اللي بيحركك يا سيف. تحس دي لازم تكون حاسه ومتاكده ان الجنس اهم حاجه في حياتك. ايوه، ما الجنس اهم حاجه في حياتنا كلنا، بس ما تبقاش حيوان يعني. يعني الحقيقه مش عارف ازاي بتكلم معاكي كده كانك واحد صاحبي. ده انا بتكسف اتكلم مع محسن او فوزي في الكلام ده. على فكره هو ده الطبيعي، انك تتكلم مع واحده صاحبتك ست على مراتك، مش تروح تتكلم مع واحد صاحبك، والعكس صحيح كمان، هي تتكلم مع واحد راجل احسن ما تتكلم مع واحد ست. يا سلام، لا طبعا العكس مش صحيح. ايه يعني؟ ايه يعني انت ما تقبلش ان مراتك يبقى عندها واحد صاحب؟ طبعا لا. ايه ده الازدواجيه دي؟ طب ما انا صاحبتك. ايوه دي مش ازدواجيه، انا محترم واثق من نفسي وواثق فيكي وعلاقتنا محترمه جدا. يا سلام، مش عارفك ان مراتك مش هتروح تعرف واحد محترم. وانا اعرف منين؟ اضمن منين؟ بصي غير الموضوع احسن. لا ما تهربش. ليه بتهرب؟ ليه بهرب؟ ليه سميتيه هروب؟ انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لازم تتعلم تواجه يا سيف. انا بس قلقانه ان انت علاقتك بهديل تبوظ كده بجد، مش هينفع. انت عايزاني ابقى عارف ان هديل مصاحبه واحد وبتكلمه في خصوصياتنا وفي علاقاتنا واقعد ساكت كده عادي؟ لا لا، بغض النظر عن الموضوع ده، عشان انا هقعد اقنعك من هنا للصبح مش هتقتنع. لا بتكلم عموما، انت لو فضلت ماشي في الطريق ده علاقتك بهديل هتنتهي. انت عارفه يا انجي، لو كان الجواز ده لي مانيوال كان الواحد مش عليه وارتاح. مانيوال؟ يا سلام، وانبسطتي قوي لما قلتي مانيوال. بص انت مش تروحني بقى؟ انت ايه رايح فين اساسا؟ انا ما وريش حاجه. طب ايه، امال فين هديل؟ هديل معزومه في خطوبه واحده صاحبتها. طب وليه ما رحتش معاها؟ ماليش نفس. يا ابني الست بتفرح لما تروح معاها المناسبات اللي زي دي. بقى الشمال بقى بنت، احترمي نفسك. والله شمال. فكره حلوه يا انجي. انجي صح؟ اه صح. ميرسي قوي يا فندم، بس هو المفروض اعمل ايه بعد كده؟ المفروض انك تبتدي كتابه. وسامحيني مش همضي معاكي غير لما اشوف على الاقل فصلين ثلاثه منه. ولو اسلوبك في الكتابه زي اسلوب المسواد ده اللي انا قريته، شهور همضي معاكي. لا ان شاء الله الكتاب يبقى احسن من المسواد ده بكتير. مش عايز احبطك، الكرسي اللي انت قاعده عليه قاعد مكانك ناس كتير كان عندهم افكار حلوه، يجوا يكتبوها في كتاب تطلع مش حلو. يعني هعمل كل جهد. انت وشطارتك.
ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ يا ما نفسي أصحى الصبح ألاقيك عامل لي الفطار. اتنين بيض سامي سايدا، اتنين بانكيك، واخد لي بالك أنت؟ ولما أنا أعمل لك الفطار أنت هتصحي تعملي إيه؟ تاكلي كده على الجاهز؟ يعني إيه؟ الفطار جاهز أهو، خش دوسي. ما أنا ما باكلش فول على الصبح، قولوني بيتضخم. والله احسن برضه، حبه الفول دول يا دوب على قدي. خشي انت بقى المطبخ اعملي الفطار اللي على مزاجك. مش فايد عليه. نعم عن اذنك. والله حلو الفول. تعالي بس تعالي تعالى انا هقول لك حاجه كويسه. بصي انا نويت اعمل كيكه النهارده علشان نحلي بقنا كده، اصل انا شفت البرنامج معرفش اسمه ايه، انما الواحد لما يكون زعلان يعمل حاجه حلوه وياكلها تبص ليه يبقى مبسوط ومفرفش. بس انا مش زعلانه يا ماما، انا تعبانه بس. انا فهمك من عينيك يا بنت بطني. يلا روحي هاتي الدقيق والبيك بودر والفانيليا. فانيليا؟ ماشي عندك. اتفضلي. فين البيك باودر والفانيليا؟ روحي هاتيهم. هتقعوا فين؟ عندك في الدولاب. ايوه. يلا حطي الحاجه مع بعضها بقى وروحي هاتي المضرب. شكلك كده مش عايزه تساعديني. ليه بس؟ ما انا اهو. يلا حطي الحاجه كده اهو بقى. يلا واضربي واضربي الكيكه كده والعجينه، وريني الشطاره والحلاوه كده. سبحان الله، كل حاجة لوحدها تلاقيها يا مسخة يا حلوة، تخلطيهم على بعض يطلعوا في الآخر حاجة حلوة كيكة. ليه بس يا أمي؟ ما دي كيكة يعني. ما هي عاملة زيك يا مضروبة، شبهك. ما هو أنت كده حياتك كلها فيها الماسخ وفيها الحلو، لخبطيهم على بعض هيطلعوا في الآخر حاجة حلوة. أنت جايبة الحكمة دي منين يا أمي؟ من السوق. يا بنتي الحكمة من عند ربنا، دي ضالة المؤمنين. ملهاش دعوة ولا بيتعلم ولا بجاهل. انتي مش جاهلة. اختي في نظر الناس جاهلة، يا دوبك ست بتفك الخط وابوكي برضه كده. يلا يلا روحي هاتي الصينية عشان نحط الكيكة فيه. يلا. ملعون ابو اللي يزعلك. الهي ما يوعى، الهي يتشل، الهي ينام. خلاص يا امي ده زمانه مات. هو مين بقى؟ الله، انت ست لقيمة بقى. انا لقيمة؟ هو مين بقى؟ وحشرية. ما كنت حالا حكيمة بقيت شوشرية كمان. حكيمة وأحيانا حشرية. بقول لك إيه؟ لا في كيك ولا ما كيكش. تعالي تاني. إيه دي إيه؟ إن ما قلتليش هو مين؟ تعالي بقى. أنا هوريك إذا كنت حشرية ولا لأ. تعالي.